Let's assume أنا عندي condition تانية ألا وهي إنه أنا بدي أعمل creation لstyle. Style معناته مش عم بعمل creation لheading. Style بستعمله أنا إذا كان في عندي portion of the text بدي أعطيها special treatment أو special type of formatting. How can I create a style? Let's assume إنه بعد sentence أنا هون حأنزل على paragraph وبدي أحط sentence جديدة وبدي أعتبر إنه هيدي sentence حتكون quote. تتبين عندي انه انا هيدي هي عبارة عن quote، انا ما بدي اياها تكون heading، it's not a title، بدي بس اعطيها style وبدي اياه دايما يتكرر على كل الدوكيمنت، واذا حبيت بلحظة اني غير الستايل بمطرح معين بدي كل الباقيين يلحقوها. So بتكبس على هيدا الparagraph بتعلم عليه، بتعمل كل الفورماتنج اللي بدك اياه، او اذا بدك بتعلم على كل هيدا الparagraph وبتطلع على الجروب اوف ستايلز، وفيك تختار من الموجودين هون بس بشكل انه ما يكون binded على heading ولا على title. في عندك الكوت موجودة هون by default حطت لك إياها الورد أنا I would like to create my own one, my own style وحسميها my code. To create a style بتجي لهم بتقول له create a style بيفتح لك هيدي الباكسي اللي موجودة هون وبيقول لك هون أعطيها النيم اللي بدك إياه فحأجي أنا على الفيد اللي موجود هون وحسميها my code. هلأ هون فيك تكبس على modify وبيفتح لك الديالوج بوكس اللي موجود عندك هون It's a little bit complicated فيك تعمل التكست فورماتنج اللي بدك اياه من البولد ايتاليك حجم الخط ونوع الخط بدك اياه centered ولا left او right يلي بدك اياه هون حتى moreover فيك تطلع على الفورمات تاب وتقول له بدي اعمل فورمات paragraph بيرجع بيفتح لك الديالوج بوكس تبعيت الparagraph وكل هيدول التفاصيل اللي هون ولكن هون في شغلة أساسية بدي إياك تكون كتير منتبه عليها إنه you can link this style اللي أنت عم تعمل له creation على heading هلا هو it is linked على النورمال بس أنا ما بدي أعمل له linked ولا بدي أعمل له على heading 1 الأزبط إنه إذا بدك تعمل creation للنيو style بكل بساطة عمول cancel حتى تكون عم تشتغل بطريقة مريحة أكتر كتب التكست اللي بدك هي حطه centered إذا بدك عمل له italic وإذا بدك تغير الكالر يكون dark gray مثلا فإذا automatically عمول كل الفورمات اللي بدك هي هون وبس تخلص انزل على الفلاش اللي موجود عندك هون وقل له create a style ورجع سمي إذا بدك my coat وبدون ما تروح على الموديفاي اوتوماتيكلي حياخد كل شيء موجود هون وحيعتبره it is set as a style اذا بيجي بقول له هلا اوكي فحلاحظ انه صار في عندي ستايل جديد اسمه my coat ما خصه ابدا بالهيدنج هلا اذا برجع بعمل سكرول داون اند ليتس اسيوم انه انا في عندي هيدي الجمله اللي موجوده هون حانهي السنتنس واقول له انتر حارجع اقول انا الجمله اللي موجوده عندي هون بدي اياها كوت فبعلم عليها كلياتها وبطلع بكل بساطه بكبس على كوت وصارت اوتوماتيكلي تشبه اللي موجوده فوق إذا حبيت على اللي موجودة فوق أني أنا غير الكالر وقول هالمرة بدي إياه دارك جرين وأرجع أعمل رايت كليك أبديت ماي كود تو ماتش سيلكشن التحتانية أوتوماتيكلي حتكون تغيرت مثلها شغلة أخيرة إذا حبيت تشوف شو في عندك ستايلز أنت ممكن تكبس على التك الموجودة هون بيفتح لك هيدي البوكس يلي هون فيك تعمل لها اتاتشمنت على الأدج أوف ذا بيج وبتطلع وبتشوف شو في عندك ستايلز معمل لهم كرييشن أو موجودين هدول المعلومات سوبر مهمين خاصة إذا كنت عم تعمل إديتنج لفيري هيوج دوكيومنت